السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة خرجت بقى اروح اجيب الفراخ، صورتها لك بقى فيديو، وما شاء الله الفراخ كانت جميلة تبارك الله. دي كده انضف الفراخ واوريكي بقى ايه بنضفها ازاي. انا قلت للست تريشة بس عشان اوريكي طريقة التنظيف بتبقى عاملة ازاي. يعني الشاي بقى بتاعي لما يبرد كده شوية ابتدي بقى اجهز بقى الملح والدقيق، ده اللي هنغسل بيه. جهزت الدقيق اهوت والملح، وبجهز سكينة بنضف بيها، دي تنظيف الطيور بس، ما بستعملهاش في تقطيع اي حاجة تانية، لا فاكهة ولا اكل يعني تاني، بعملها بس لتنظيف الطيور لما بجيبها. انا هنا بجيب طبق معايا عشان بحط الكبد فيه، الكبد ما بحطهاش في المية خالص عشان برضو ما تضيعش القيمة بتاعتها. الواحدة حوالي ايه 2 الا ربع كده، وبجيب مقص معايا برضو مع السكينة، هوريك ليه دلوقتي. وطبق برضو اطلع فيه الحاجات. بص، الاول هبتدي ايه افصل الرجول اهو بالمقص او بالسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تسهل الدنيا شوية، عشان بس الطبق اللي عندي يعني. شايفة؟ هبتدي برضو اقطع الراس. افصلها، هي هما دبحينها بس ايه انا بفصل الحاجة، واطلع بقى الريشة الصغيرة دي، اطلع الريشة بس الاول كده من كله، واقطع الحتة دي في الجناح، ده اللي بتزفر لي دي بتبقى بتزفر لي الشوربة عندي اهي، الحتة الصغيرة دي هقطعها برضو، والجناح التاني. ولازم الفراخ بتاعتك تجيبيها يعني لازم تشوفي اللي هو الحوار الأجنحة دي، لازم عشان لو هي فيها نقط كده اعرف ان الفراخ بتدوها حقن، يعني انتي تجيبها سليمة وبقطع عند في البيت عشان زي ما قلتلك كده الرقبة والجناحة دي اللي بيبقى الأماكن اللي بيبقى فيها الحقن. هبتدي بقى اطلع الريشة الصغيرة، اعيد عليها تاني، حتى لما بتبقى جايباها من عند الفرارجي لازم تعيد عليها تاني برضو. شوفي حتى لو متنظفة لازم تعيد عليها تاني، وبيبقى فيها ريشة برضو صغيرة. والريش برضو اللي بيبقى في الجناح شايفة اهو، هطلع بقى الريش الصغير ده، الريش الابيض ده، وارجع لك يعني اوريك اعمل ايه عشان الفيديو بس ما يطولش عليك. شوفي انا شلت الريش اهو قبل ما افتح، عشان لما افتح برضو هعيد عليها في تنظيف تاني. بسم الله ما شاء الله، اهي عملت الفرختين، الرز والحاجات دي خلاها للاخر. هبتدي افتح معاكي بقى اهو. بصي يعني نخلص بقى ومره واحده هعمل معاكي الرؤوس اهو برضو، شيل عليها الريش كده بسرعه بسرعه، ما بتاخدش حاجه والله، وحاجه نظيفه وشايفه انها شايفاها قدامك، وكل حاجه حلوه يعني زي الشاهده. ما بتاخدش وقت التصوير، بس اللي بيخليها تاخد وقت انتوا، عشان انا بقى عملت الفيديو وتعبت فيه. ما تنسيش تديني لايك بس، يا رب دايما قناتكم منورة بيكو يا رب.
هاجي هنا بقى اهوت الفرخة اهي ماشي، باجي هنا بفتحها الاول من فوق. بصي هتلاقي حاجة هنا زي الزور اهو، بصي اهو الزور بيبقى جنبيه حاجة كده كمان اهو، تمسكوهم الاتنين ببعض، تمسكوهم الاتنين تبعدوهم كده عن ايه، عن الخط اللي هتفتحي منه اهو. بصي اهو تقومي جايه ماسكه الزر اهو اللي بقولك عليه مع اللي جنبه الاتنين كده اهو، توسعي بقى بيه اهو، توسعي بقى من جوه كده وتسلكي بقى لنفسك لحد ما ايه اهو، تطلعي الحصله وما تفضيش منها حاجة يعني. بصي اهو شايفة، شوفي انا عمال الف اهو، اهو شايفة خلاص كلها بقت بايدي اهي، افضل ماسكة من فوق هقطعلك بالسكينة اهو، انا هنا سلكت كل حاجة، واطلع برضو الزواد اللي بتبقى في الرقبة دي بتبقى بزفر لي برضو الشوربة، لو قابلتك طلعيها برضو. شوفي اهو السكينة بتاعتي، شوفي ما فضاش منه اي حاجة. ده بالنسبة لفوق، والرقبة بتاعتك تقومي جاية شقها برضو، بيبقى فيها برضو خط دم كده، تقومي جاية شقها بالسكينة، تقومي جاية شقها بالسكينة كده هنا اللي فوق خلاص. بص انا خلاص طلعت منهم الريش، هبتدي بقى اغير الميه قبل اي حاجه، السكاكين تكون ايه شايفه، انا دلوقتي بعيد عن الزور اهو، همسك الزور واللي جنبه وامشي بيهم كده واسلك بقى لنفسي يعني اهو، اهو هلاقيها يعني ايه بتنعمل معايا على طول. شوفي مقطعوش، لا انا بسلك بس حواليه، طبعا بعمل بسرعة، هي مع الوقت هتعمل معاك على طول. تقومي جايه ماسكاه كده اهو، اهو وانت برضو ماسكه اللي فوق اهو شايفه، شايفه كده اهو، واقوم جايه ايه قطع بالسكين حط في الطبق كده، ما جاش حاجه يعني، هي دي الحصله ما وقعتش حاجه. وهجيبها برضو من تحت الرقبة، ببقى احب ايه ان انا اشقها بالسكينة كده عشان لو فيها دم ولا حاجة ايه يقوم جاي متصف برضو معايا. الحاجات بقى اللي بتبقى في الرقبة دي زي ما انا قلتلك لو قابلتك يبقى شيليها، هي اللي بتبقى الدوائر دي، دي برضو بتزفر الشوربة. انا هنا مشلتش الجناح عشان لما باجي احمر بصراحة الفرخة بقوم جاي بقلبها منه يعني، بالنسبة لي كويس، انا بشيل بس هشيل برضو حاجة كمان هنا، لو انا ما بشيلوش بقوم شايلة الحتة دي بس يعني. انت عندك دلوقتي طريقتين، اللي يعجبك بقى فوق اعمليه. بقوم جاية شايلة برضو الجزء ده زي ما انا قلتلك، باجي هنا بقى تحت اخد بالي لان الفراخ البيضة ما بتستحملش يعني، الكبدة والحاجة بتاعتها بتكون جوه، السكينة بتاعتي حامية، بقوم جايه من عند الحته العظمه دي، ويا سلام بقى امسك معاها الوراك كده اهو،
شايفة متكية بإيدي اهو، بالراحة بالراحة برضو، بالراحة بالراحة عشان الكبدة ما تتعملش مني. ابص لقيت اتفتحت ولا لا، اهو اوسع بإيدي، شايفة اهو اوسع بإيدي اهو، اقوم جاي جايبة صبعيني دول اهو، اجيب بقى من تحت لفوق، شوفي اهو جمدي قلبك مفيش اي حاجة، شوفي صبعي ده اسلك بيه من فوق. انا بس الحتة من هنا، استنى يا محمد، الحتة اللي هنا بس هنا ده بيبقى القلب، امسكي كده وحاولي تقطعي العرق ده، ده اللي هيفصل لك الحتة كلها، هيخليلك تنزل معاك كله. هوريها لك اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، من عند الفشخ من فوق، ايوه اهو العيال الصغيرة. شايفة اهو هاجي هنا، دي النهاية، هقوم جاية شدها كده اهو، شوفي هاجي بقى هنا بقى بسرعة، اقوم جاية شايلة الكبدة عشان الكبدة بتاعتي والقنصة ما تعملش في المية، انا مش عايزاها تنزل الفايدة اللي فيها، واخد بالي برضو ان ما فقعش المرار. شايفة اهو هجيب طبق عندي احطها فيه برضو، دول احطهم في طبق عندي. شايفة انا عشان بس بصور بقى، مش ايه يعني، صدقيني ببقى بطيئة. عندك بقى دي المسارين، الجزء ده هقطعه، اللي هو ده اهو، شوفي اهي بقى كده. حاجة عندي هنا بقى الزلموكة اهي، من عند فين، من عند الحتة دي، شايفة اهو هبتدي امشي معاها كده اهي، وطبعا الريشة الصغيرة دي بتتشال زي ما قلت لك. نيجي بقى لجوه الفرخة نفسها، الفشة نفسها اللي هنا في الصدر من جوه هجيبها بإيدي، اهي اللي بتبقى فوق، والناحية التانية هما بيبقوا اتنين، هجيبها برضو هحط ايدي بقى هنا، لو في بقى اي زور ولا حاجة اقوم جاية مسلكاها برضو اهو، شوفي هتلاقي بيطلع معاكي، بتجيبي اللي جوه الفرخة كله بتنضفيه. ده تنظيف برضو الفرخة اهو، لسه بقى ايه يعني، انا كده فتحت بس لسه بقى هنضفها تاني، بغير المية برضو بتاعتها، شايفة انا بس بوريك التنظيف كله اللي انا عملته، شوفوا من جوه اهو، شلت الفشة شهيت والزور اهو، فتحت من فوق وقطعت الرقبة والجناح، الحتة الصغيرة دي انا قصيتها، والزرموك شلتها اللي هي الزرنخة، هعمل بقى الباقي عندي بنفس الطريقة قبل ما اغير المية. هنا بقى المية، اجيب مية بقى تانية جديدة، احط فيها شوية خل، واجيب بقى الفرخة بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده والكبد والعزال زي ما بقول بره يعني، واجيب بقى شوية دقيق وشوية ملح، الاتنين اخلطهم بايد الاتنين مع بعض كده، وابتدي بقى ايه ادعكها جامد في كل حته يعني، كل حته عشان الزفار. شوف الرقبه هي مشوقه عشان برضو تنزل الدم اللي فيه اهو، ولو قبلك حاجه برضو طلعيها بايدك كده
يعني شوفي اهو، لو قابلك حاجة طلعها بإيدك، الدقيق والملح اهو، واجيب برضو شوية دقيق وشوية ملح، ومن جوه برضو من الفرخة من جوه اشطب بقى كل ده اهو. بس كده الفرخة دي جاهزة معايا على التقطيع بقى وخلاص. شوفي الجناح، ومن هنا برضو نضفتها، عايزة تشيل الجزء ده كله شيليه. ومن هنا برضو، والرقبة شقتها هيت ونضفتها، ما شاء الله زي الفل، حتى من جوه اهي الفشاش متشالة ومفيهاش حاجة اهي. هنا بقى اجيب الكبده والقنصه زي ما انا شايفه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طلعت المراره، طلعت المراره طبعا اهو، حاجه بس عند القلب ده. طبعا دول بحطهم في طبق لوحدهم، بشطفهم يعني، انا بشطف الكبده كده وبسيبها في طبق، بشطف الكبده اشيل بس القلب. هوريك ليه اهو، بشطفها كده بالميه وحطها في طبق. القنصه برضو خلاها بنضفها لوحدها اهي، دي لسه المرارة ما طلعتش كويس، هوريكي بقى بتطلع ازاي. دي اهي برضو والحته دي برضو بتتاكل حلوه مش وحشه. الناس اللي بيقولوا لا بتبقى بتجمع حاجات، لا ده مش تجمع، المراره باجي هنا من عند الكبده يعني، بمسك المراره كده اهو شايفة، متخافيش جمد قلبك اهي، اتشالت هي بكل سهولة. تشطفي برضو الكبدة بتاعتك عادي. ساعات بيبقى فيه مرارة لونها ابيض، ما تاخدي بالك يعني، كل الطيور بيبقى فيها مرارة الا الحمام مفهوش. القلب بقى قلت لك سبته ليه، عشان بشقه يعني، باجي هنا واقوم جاي شقاه واقوم مطلعه اللي هو بيبقى الحته السوداء اللي هي فيه كده، ده تنظيف القلب برضو. هجيب لك واحد تاني اهو، طبعا بيبقى على الخشب اسهل، اعملها لك دلوقتي برضو. شوفي بتطلعي، تغسليه بتطلعي الحاجة اللي جواه دي، اقطعها اهو، بيبقى نضيف معاكي وزي الفل. شوفي اه، هبتدي افتح بقى القنصة. بجيب واحدة اهيت، وهنا عند الجزء اللي هو بصي هنا بتبقى فيها دهنة اهيت، الدهن اللي حوالين القنصة ده مش حلو مش صحي، ما تحاوليش تاكليه. اقوم جاي شقاها كده، وفي طبق بقى بره خالص بره المية اهو، بقوم جاي عامله مطلع الاصفر ده كله، ما جيش على الجلد بتاع القنصه من بره شايفه اهو. طب والجزء اللي هو باقي ده اقوم جاي عاملاه بايدي كده برضو، ايه في الطبق الخارجي شايفه، واقوم جاي جايب السكينه واقوم جاي جرده كده على ايدي كده. القنصه طبعا بتتغسل بالدي والملح كويس زي
زي الفرخ، انما الكبده ما بتتغسلش. بقوم جاي ادعكها كده القنصه في الاخر، مجمع القوانص كلها ودعكها بالملح والدقيق في ميه كده في الاخر برضو قبل ما اكيسها. بقوم جاي عاملاها ايه زي ما انت شايفه كده، تبقى نظيفه. حاجه هنا بقى عند اخر حاجه الرز والرجول. إيه على فكره الرجول فيها فايده. باجي انا عند الضوافر بجيب المقص واقوم جاي مقصقصاها ايه كده، دي اللي بتخلي الشوربه طعمها حلو. ده اختياري بس والله العظيم فيها فايده كتيره. واقوم جاي جردها برده لو هي مش نظيفه اجرتها من هنا. اهو كده الرجول معايا بتكون جاهزه. طب بالنسبه بقى للرز، بقوم جاي بالسكينه وجايبه من عند العرف هنا ونقطع على الحته دي واقوم جاي شقها برده معايا كده، مطلعه ايه مطلعه اللي جواها وبالملح والدقيق. اقوم جاي غسلاه ومنضفاه. ابتدي بقى اقطعها، بجيب من الظهر من الحته دي ومتكيه كده. واقوم جاي جايبها من قدام طبعا السكينه بتاعتك تبقى حاميه زي ما بقولك. قوم جاي مكمله تقطيع. قوم جاي عامله الورك كده لو شايفه. قوم جاي جايبه بقى ايه من النص سهل خالص اهو. خدي بالك الحاجات دي هشوفها بس في الاخر قبل ما اكيسها. هنا برضو الصدر بقوم جاي جايباه من هنا السكينة برضو. بيبقى اسهل اهو. قوم جاي جايبه الظهر بيطلع معايا سهل. الرقبه بتبقى في جنب والناحيه التانيه بتبقى فاضيه، بيطلع معايا سهل خالص. هشطب بقى الحاجات دي الفراخ اللي انا قطعتها واكيسها بقى. بس انا كده خلصت تنظيف الفراخ وفتحها، ويا رب اكون الفيديو بس واضح معايا. وما شاء الله زي الفل اهي، شوفي ما شاء الله زي الفل. الحاجات دي اللي بتحل الشوربه وقلت لك فيها فايده جميله ما شاء الله. والكبد والقنص بقى بحطهم لوحدهم برده وبتغسلهم كويس قوي. والفراخ اهي بقى ابتدي اقطعها ما شاء الله. ودي طريقه تنظيفي. كيستهم اهوت، عملت بقى الفراخ زي ما انا قلت لك اهيت بعد ما شطفتها، اتقطعت وشطفتها. وبعد كده كيس كبده لوحده وكيس القوانص لوحده واللي هو العزال لوحده. وبراحتك بقى عندك برده. انا عامله صدر برده مقطعتوش عشان لو انا حابه ان انا اعمله بانيه. وراك برده ممكن وانت في طريقه التقطيع بتاعتها تسيب الجلد شويه. حابه اوريك ان شاء الله يعني عشان تبقي تعملها حمام كداب برده وشيش طاووق برده. الحاجات دي كلها تبقى عارفه يعني هو باين اهوت ان ده ايه. واتمنى اكون فدتك وشجعتك برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.